أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأجدد الترحيب بالأستاذ فيصل علي الكاتب والمحلل السياسي من ماليزيا. فيصل، فيصل، ربما كانت تعزه السباقة إلى إيقاد الشعلة، شعلة الثورة، في 26 سبتمبر حين قامت الثورة، وهي أيضا رفضت الثورة بأبنائها، رفضت الثورة بأموالها، أموال المهاجرين من أبناء تعز في المهجر، خاصة في القرن الإفريقي. ما الدلالة لإيقاد الشعلة هذا العام أيضا في تعز؟ أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأخ الحاضري حول أن تعز تحتفل بالثورة كل يوم. الثورة في حقيقتها تكونت من حيث نشأتها كحركة اجتماعية، وبثقت منها حركات سياسية قامت بهذه الثورة وجمعت الناس حولها. كانت في تعز واحدية الثورة، في يعني واحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر لها دلالتها، يعني كلتا يعني سواء 14 أكتوبر أو 26 سبتمبر انطلقتا فعليا من تعز. تعز كانت الرافد الأساسي، الرافد الشعبي، الرافد الثقافي والرافد الاقتصادي لكلتا الثورتين. كمال عبد الناصر عندما جاء إلى تعز بشر الناس بانتهاء الحكم الاستعمار في عدن، لتعز قدسيتها الثورية كما قلنا. الطلاب في تعز الذين بدأوا بالحركة الثورية قبل يعني قبل قيام الثورة بسنوات، موت الإمام أحمد أيضا في تعز وخروج الناس في تعز بثورة يعني وابتهاجا بنفوخ الطاغية، سبقوا سبتمبر تقريبا أسبوع مكتمل لتعز دلالتها الثورية وقدسيتها الثورية. هذا العام تعز تحتفل برغم كل الألم، الناس يحتفلون. سمعت الشباب، تواصلت مع كثير منهم، شاهدت المسيرة الليلية التي خرجت لإيقاد الشعلة يعني لمقابلة الوزراء الذين زاروا تعز بشكل يعني لم يكن معلن عنه من قبل. هذا يعني علينا أن ندرك أن تعز ما زالت الشعلة الثورية فيها متقدة برغم كل الألم. لو أن الحكومة اليمنية التي لم تستطع أن تستقر في منطقة واحدة في اليمن التجأت إلى تعز لتغيرت المعادلة من تعز. قبل سقوط صنعاء تذكر أني خاطبت عبر المقال الصحفي الرئيس هادي أن يأتي إلى تعز قبل أن تسقط صنعاء، وبعد أن سقطت صنعاء دعوته عبر مقال آخر للقدوم إلى تعز. قدوم الوزراء إلى تعز قد يكون اليوم الناس متضايقين بسبب المرتبات أو بأسباب تأخر الناصر أو تأخر الحاسم أو عدم رفض المقاتلين الجيش الوطني في تعز بالأسلحة، لكن وجود الوزراء اليوم في تعز له دلالته. سيعود هؤلاء الوزراء ربما إلى مأرب، ربما إلى عدن، ربما إلى الرياض، وأرواحهم وروحهم المعنوية ممتلئة بالثورة، لأن تعز هي الأساس في الثورة اليمنية من 62 إلى 2011، وما زالت الروح الثورية مستمرة وتنبع من هذه المدينة. نعم. نعم فيصل، شكرا لك، وأيضا أشكرك فيصل، كنت معي من ماليزيا للحديث عن الثورة وعن حضورها في الروح اليمنية التي عرفت الآن قيمة سبتمبر، خاصة الجيل الجديد من اليمنيين من الشباب لم يكونوا يعرفوا قيمة سبتمبر، وكانت تقتصر على الاحتفالات الرسمية للنظام وللمستفيدين من النظام، لكن الآن أصبحت الثورة حاضرة في نفوس كل اليمنيين، وخاصة الجيل الجديد من الشباب الذين عرفوا ما الذي تعنيه سبتمبر، والتي قضت على حكم سلالي عنصري بغيض يتمثل الآن من خلال هذه الميليشيا الحوثية. أيضا أرحب بالأستاذ يحيى الثلاية الصحفي من مارب للحديث عن إيقاد الشعلة أيضا في مارب، مارب التي كانت ولا تزال حارسة الجمهورية
والتي وقفت سدا منيعا امام الميليشيا السلالية وارجعتها الى الخلف، ولا تزال تتوثب لتطهير او لاستنقاذ العاصمة العظيمة على قلوبنا جميعا صنعاء. يحيى، حدثنا عن الفعالية. مساء الخير اخي عبد الله عليك وعلى مشاهدي قناتكم. كل عام وانتم والشعب اليمني بخير. هذه الليله المجيده التي نحتشد لها اليمنيون جميعا في الريف والحضر في المدن الرئيسيه والثانويه. اليوم مأرب كانت حيث تقف منذ 3 اعوام تحت الجمهوريه وتوقد شعلتها، وهي التي لم تتخلف يوما عن ايقاد شعله الثوره والنضال والجمهوريه. جرى اليوم حفل كرنفالي وشبابي مهيب ورائع ينظم بشكل هو الاول من نوعه في محافظه مأرب. اشعل شعله 26 من سبتمبر القياده السياسيه والعسكريه في مأرب ممثله برئيس كان العام اللواء الركن الدكتور طاهر بن علي العقيلي ومحافظ محافظه مأرب الجسور اللواء المناضل سلطان بن علي العراده، وجرى استعراض شبابي وكرنفالي رائع رفع فيه المشاركون من شباب وزهرات اليمن وزهرات وفتيان ومأرب الاحرار اعلام اليمن علم اليمني الخالد علم اليمن الجمهوري، وتغنوا بنضالات سبتمبر واكتوبر واليمن الجمهوري العظيم. رفعوا كذلك اهازيج معبره تمثل اقاليم اليمن السته الاتحاديه لكل اقليم من تراثه ومن موروثه الذي يميزه. اليوم كان حفلا جماهيريا مهيبا في مأرب، لم يقتصر على الحفل الرسمي الذي يعد حفل ايقاد الشعله، وانما احتفل احرار الجيش في اغلب الالويه والمعسكرات والوحدات وخطوط النار والتماس، احتفلوا واطلقوا النار واشعلوا الشعله بطريقتهم الخاصه امتدادا لما يقومون به من نضالات منذ سقوط البلاد بايدي الميليشيا فيما ظلت مأرب عصيه الاماميين، وصارت على درب الشهداء العظماء علي بن ناصر القرجعي وعبد الرب الشدادي وشهداء اليمن جميعا رحمه الله عليهم. نعم، يحيى، ماذا عن المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين؟ هناك احتفاء شعبي واسع وغير مسبوق خاصة هذا العام بإيقاد الشعلات، بإطلاق العير النارية، وأيضا الألعاب النارية في سماء العاصمة وأكثر من مدينة كأب وأيضا حجة. ما الذي يعنيه ذلك؟ إضافة إلى الاحتفالات الرسمية التي شهدتها المدن اليمنية وعاصمة المدن في تعز وفي مأرب وفي غيرها، جاءتني أنباء كثيرة من يعني ومصادر أرسلت لي على الخاص منذ مطلع الليلة أن كثيرا من أرياف اليمن وفي المناطق الشمالية على وجه الخصوص الخاضعة للانقلاب في حجة وفي عمران وفي أرياف العاصمة صنعاء وفي دمار وفي سهامة، كثير من الإخوة والأعزاء الذين هناك وافونا وأرسلوا لنا صورا لإيقاد الشعلة البسيطة. اليوم تحولت شعلة سبتمبر إلى وقود كرامة وإلى شعلة شعبية تنتشر على أسطح بيوت اليمنيين وعلى قمم الجبال، وأصبحت بنادقهم تطلق الرصاص احتفالا بذكرى سبتمبر المجيده. اليوم هذه رساله واضحه للامامين، حيث اطلق اليمنيون النار انهم سيطلقونها غدا في نحورهم وسيحرقونهم بالنار وسيحرقون فكره الامامه الى الابد باذن الله. نعم، الاستاذ يحيى الثلايه الصحفي والكاتب من مأرب، شكرا لك. اعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا الى نهايه حديث المساء، ونتواصل معكم غدا في احتفاليات سبتمبر المتواصله. سيكون هناك تغطيه خاصه لاحتفالات شعبنا العظيم بثورته العظيمه 26 من سبتمبر المباركه، فكونوا معنا غدا. في امان الله، نلقاكم حتى ذلكم الحين. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.